بعد شو اسمه اعتداءات متكررة لعناصر منتمين لعدة فصائل داخل مدينة الباب، إطلاق النار العشوائي، اشتباكات داخل المدينة، وآخر الأشياء اللي حصلت الليلة صار في اقتحام لأحد المشافي، تمام، وضرب أحد الممرضات واعتقال ممرض وملازم أول المسؤول عن الطبية العسكرية. فهذا الأمر صراحة نحن يجب علينا أنه نحن ندعي إلى إضراب عام لفعل هي المجموعة اللي اختمت على هذا الفعل. محاكمة المفسدين! محاكمة المفسدين!